تحية النهاردة عالمية للأهلاوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة من السادسة. أهلا وسهلا بيكم. اقتربت ساعة الصفر، 24 ساعة بالتمام والكمال بيفصلونا عن مواجهة بكرة إن شاء الله اللي هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والأهلي يضع لمساته الأخيرة في تمرينته الأخيرة قبل مواجهة أوكلاند سيتي. تقدر تقول إنه التحدي كبير ولكن الطموح أكبر، لأنه الأهلي الكبير مع الكبار، كبار العالم، أبطال القارات مجتمعين في كأس العالم للأندية، ريال مدريد أوروبا، فلامينجو أمريكا الجنوبية، سياتل ساوندرز أمريكا الشمالية، الهلال آسيا، الوداد أفريقيا، وأوكلاند سيتي منافس الأهلي بكرة إن شاء الله بطل الأوقيانوس. والأهلي كما عودنا دايما في المناسبات الكبيرة كبير. كلام الحقيقة النهاردة يمكن كله على فكرة القائمة اللي اختارها مستر مارسيل كولر والأسماء المستبعدة، وده هتكلم معاكم فيه بالتفاصيل. لكن لفتت نظري الحقيقة وإحنا بنحضر للبطولة مجموعة من الأرقام المرتبطة بفكرة النادي الأهلي. يعني هو ده الأهلي، هي دي روح الفانيلا الحمراء اللي إحنا بنتكلم عليها. خد بال حضرتك إنه القصة هنا في الأهلي مش قصة شهرة. في شهرة وفي جماهيرية عظيمة جدا من المحيط للخليج، بل خليني أراهن كمان على في كتير من جماهير أوروبا، جماهير أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا عارفين النادي الأهلي ومنهم كتير بيشجعوا النادي الأهلي. لكن هل هي الشهرة والجماهيرية؟ بالتأكيد ممكن تكون عامل، ولكنها ليست العامل الأول أو الأساسي. ممكن يكون الفلوس، وبالتأكيد كلنا بنسعى، كل واحد بيسعى وبيكد وبيجتهد رغبة في أنه يحقق يعني أحلامه طموحاته، لكن بالتأكيد برضو مش هي الفلوس. هنا بقى بنتكلم على الطموح، هنا بنتكلم على كتابة التاريخ، هنا بنتكلم على المجد. والأهلي هو بوابة الطموح وبوابة كتابة التاريخ وبوابة المجد لكل نجم بيمثله. احنا النهاردة طبعا بنتكلم على مجموعة من الأرقام القياسية اللي محققها لغايه النهارده واللي بكلم حضراتكم عليها النهارده. شوف الكلام ده فات عليه يمكن 15 16 سنه، لكن الارقام دي مسجله باسم النادي الاهلي، عشان كده ما بننساش اجيال كتيره جدا. لغايه النهارده احنا حافظين وعارفين جيل كابتن خطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مختار وكابتن علاء ميهوب وكابتن ربيع ياسين وكابتن اكرامي وكابتن ثابت البطل ربنا يرحمه ويحسن اليه، ومن بعده اجيال ثانيه، هشام حنفي ووليد صلاح وهادي خشبه وسمير كمونة وابو الدهب وعمرو الحديدي اللي هينورنا النهارده في السادسه، وغيرهم من نجوم، ومن بعدهم حسام غالي وعماد متعب وسيد عبد الحفيظ، ومن بعدهم تريكا وبركات ومتعب واسلام الشاطر والحضري ووائل جمعه. ما بننساش، لانه الناس دي جت كتبت تاريخ كبير، حققت لنفسها مجد شخصي هتفضل عايشه عليه عمرها كله. هتفضل كل ما بتستعيد الذكرى دي تتكلم عنها بمنتهى الفخر ومنتهى السعادة. النهاردة الجيل اللي احنا بنتكلم عنه واللي بيمثل النادي الأهلي قدام تاريخ، وما انساش وليد سليمان طبعا، طبعا ما اقدرش انسى وليد سليمان ولا انسى ناجي جد ولا انسى نجوم كتير جدا لبسوا الفانيلا الحمراء، لكن النهاردة احنا امام جيل استثنائي، الجيل الوحيد اللي انفرد بتحقيق ميداليتين برونزيتين، الجيل الوحيد اللي انفرد بالمشاركة في كأس عالم الأندية 3 مرات. وخليني اقول لكم انه لاعبين مثلا زي رامي ربيعه في مشاركته ان شاء الله باذن الله يكون عنده فرصه مشاركه في البطوله دي، ومشاركته في سكواد الاهلي في نسخه كاس العالم اللي هتبدا بعد يوم واحد من النهارده، بيكون شارك في 4 مناسبات كاس عالم، 4 نسخ من بطوله العالم للانديه، وده رقم كبير، رقم صعب يتكرر. لاعب زي حسين الشحات قدامه 2 مباراة، يعني باذن الله لو ربنا اكرمنا في البطوله دي ووصلنا لمواجهه ريال مدريد وحسين الشحات كان ليه دور انه يشارك في 3 مباريات، هيكون اول لاعب في التاريخ، في تاريخ البطوله كلها يشارك عدد 12 مباراه. حسين عنده في رصيده 9 مباريات، شارك في بطوله كاس العالم في 9 مباريات، يبقى لي 2 مباراة فقط لا غير عشان يوصل للرقم القياسي اللي هو 11 مشاركه أو 11 مباراة في كأس العالم. الرقم ده مين بيحمله لغاية النهاردة؟ يعني الأرقام دي مسجلة بأسماء مين؟ مسجلة بأسماء 3 لاعبين في الأهلي. يعني برضو يعني نلف وندور ونرجع للأهلي من جديد. مسجلة باسم محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي، مسجلة باسم الصخرة وائل جمعة، مسجلة باسم
كابتن النادي الاهلي السابق حسام عاشور، ثلاث لاعبين شاركوا في البطوله دي في 11 مباراه. ولو حسين الشحات قدر يشارك في ثلاث مباريات اخرى هيكسر الرقم القياسي المسجل باسم لاعبين في النادي الاهلي، ويبقى هو سحب اكبر رصيد من العدد المشاركه في المباريات في بطوله كاس العالم. هنا احنا بنتكلم على لعيبه بتكتب تاريخ، لعيبه عندها من الطموح ومن الرغبه في اثبات الذات ومن الرغبه في انه يكون كل يوم في تحدي جديد قدامها الكتير. هو ده الاهلي.